المهم البنات، انا غادي نعاود لكم المشكل ديال هاد السيده. هاد السيده عندها صاحبتها من الروح الروح، يعني الصحابات بزاف اكثر من القياس، ثقل كتعتبرها اختها ماشي صاحبتها. المهم كل بجوجات مزوجات، بجوجات عندهم وليداتهم، تيخرجوا يمشيو يخرجوا يدوروا بجوجات، كيمشيو يتقداو بجوجات، كيمشي وحده راجلها مهلي فيها مزيان وحده راجلها على قد الحال، يعني كل واحد وخدمته على قد الحال. السيده اللي مهلي فيها راجلها واكله من برا شاربه مزيان، كيعطيها الفلوس، كتخرج كتقدا كتشري. السيده صاحبتها اللي معاها يعني بدات كتغير منها، فهمتي، وما مبيناش ليها. المهم مع المده مشات اختي دارت واحد السحور، دارته للراجل، السيد راجل صاحبتها اللي من برا عمرته وداك الشيء. المهم السيد صحيح خدام بخير وعلى خير، ما حس براسو حتى تطح عليه النص. السيد تشلل، المراه ولات تجريبيه، ومعاها صاحبتها زعما تتمشي معاها، راه واقفه معاها، ولات تجريبيه. ما خلاو سبيطارات، ما خلاو تحاليل، ما خلاو والو، ما عرفوش السيد شنو اللي وقع ليه، تشلل وطاح عليه النص ديالو، ما خلات فين جرات به. ومعاها هي زعما راه مساندها صاحبتها، هي راه هي اللي دايره لها الدقه. المهم مده ديال عام، عام هاد السيد حتى جلس من الخدمه، ما بقاوش جراو عليه من الخدمه، حتى الناس ما صابوه ما ياكلو، بدات مسكينه. مهم السيده مرتو قاسات معاه، ما تخلاتش عليه. واحد النهار باش ربي بغى يفضحها، مده ديال العام والسيد مشلول وشاد الركنه، ما خلات السيده فين جرات به سبيطارات سكانيرات، ما خلات فين. مهم ملي بغى يفضحها الله، هاد الشيء وقع في النواحي ديال بني ملال، اللي كتعرف المنطقه راه غتعرف القصيبه، راه نشروا هاد الشيء في الانترنيت، راه مدينه القصيبه راهما اصلهم شلوح. مهم السيد جابتو لبني ملال، بعيده على القصيبه بشي 20 كيلومتر، جابتو باش دير ليه التحاليل. دارت ليه التحاليل، رجعاتو قالوا لا التحاليل غادي يخرجوا على يومين. خلات السيد في دارو، طلعت باش تجيب التحاليل، ما جابتوش معاها. هي جات باش تجيب التحاليل، جاو عندها العائله ديال راجلها، جاو باش يشوفوه. عيطات لها بنتها في التليفون، عندها البنت عندها 16 عام، يعني واعيه الدريه، برافو عليها واعيه بزاف. عيطات لها في التليفون قالت لها ماما راه جاو عماتي وجاو عائله بابا باش يشوفوه، ورا اللحم اللي كاين بغيت نطيب لهم، ورا اللحم اللي كاين راه ما كافيش. قالت لها صافي ماشي مشكل، سيري عند خالتك فلانه جيبي من عندها واحد الميكه ديال اللحم حتى تنجي، ورانا حيت هما مالفين هكا تيتسالفوا مع بعضياتهم اي حاجه لحام اي حاجه. قلت لك راه ماشي صاحبتها، راه دايره اختها، راه قالك الجلاله تيتلفوا مع بعضياتهم. المهم شات البنت، ما لقاتش السيده الجاره، لقات هي غير بنتها. قالت لها عافاك راه ماما راه جاو عندنا عائلتنا، وراه ماما قالت لي سيري عند خالتك جيبي ميكا ديال اللحم. قالت لها ماشي مشكله، اجي نعطيك ميكا. الدريه هي على نيتها ما على بالها والو، حلت الفريكو جبدت لها ميكا ديال اللحم عطاتها ليها، شداتها البنت جابتها، جابتها حطتها مع الميكا محجره، جابتها حطتها في لابافو، طلقات عليها الماء سخون باش داك اللحم يتطلق باش طيب للناس، باش تزيدوا على الاخر اللي عندهم طيب للناس اللي جاوا قبل ما تجي امها. مع البنت حطات الميكا، طلقات الماء سخون، السيد كان جالس في الكروسه ديال المعاقين، السيد ناد وقف، ناد وقف، كان هو ما تيوقفش، تيهزو مسكين غير في المنطه ما تيوقفش. السيد ناد وقف، وحده من خواتاتو اللي جات باش تزورهم ملي شافت خوها وقف بدات تزغرت. الدريه تخلعات، ما عرفات هي كيفاش شنو هادشي وقع، خلات الميكا ومشات تطل، ملي مشات صابت باها واقف تصدمات. المهم بقات واقفه، رجعت الميكا باش تحلها، اللي طلقات عليها الماء سخون لقاتها اختي لفعه، لفعه صغيره من دوك الصغارات، وشادها يا اختي ومعمره ليها. السيده كانت تدخل عندها، كانت كتجري براجلها، وشي مرات ما كتمشيش معاها، كتقول لها ردي بالك للدراري والدار. دخلات يا اختي ليها للدار، هزات لها التصويرات، قطعت لها من حوايجها، هزات لها اي حاجه كتستعمل في داكشي تاع الشعواده. لقات ديك اللفعه مدكوك ليها فمها كامل، بالتصاور ديالهم بجوج، بحويجاتهم، بالزغب ديال شعرها، بكلشي. المهم الدريه حادقه بزاف، شدات الميكا ملي حلاتها صابتها الفعاش، دات الميكا وسداتها وخزناتها، ما وراتهاش لعائلة باها حتى جات امها. ملي جات امها هي تقول لها انت يا ماما خالتي شنو جبت من عندها. قالت لها صافي اجي نهزوها نديوها للجندارم، كاينين تما تيحكموا فيهم الجندارم. مشات اختي هزاتها وداتها للجندارم، عاودات ليهم قالت لهم ها كيفاش ها كيفاش، انا صيفطت بنتي باش تجيب واحد الميكا شنو جابت. جو جندار جابوا الدريه، قالت لي مرا بنتها اللي عطاتها ليا، راه هي ما كايناش وبنتها اللي عطاتها ليا. جابوا البنت قالت لي انا، قالت لي ماما اللحم حنا موالفين تنتسالفوا اللحم مع بعضياتنا، عطيتها ميكا انا ما عرفتش شنو فيها.
المهم جابوا السيده، ملي جابوا السيده قالت لهم بغاو يبداو يضربوا فيها باش تقر. قالت لهم ما تقيسوني ما تحكوا لي، انا غادي نقول لكم شنو هو المشكل. قالت لهم شنو؟ قالت لهم السيده فرحانه وعايشه مبرعه مع راساتها، وهي صاحبتي وانا تنمشي لعندها، راه النهار اللي تنصيبها ضحكه وناشطه مع راجلها واكله وشاربه راه تنجي.